عملت فراكتور اول الجمعه وحكيت مع الدوك، قررنا باش يزرق لي ونابت نلعب. بالحق ما يغلى شيء على النادي الافريقي، حاولت معناتها نكون في فورما باش نعاون ليكيب ونعاون اصحابي، على غالب ربي ما وفقنيش. حاولنا نفرحوا الجمهور اللي جينا، ما على غالب ان شاء الله في المستقبل تلقاونا خير ويكيب احسن ان شاء الله. سيزون كانت صعيبه شويه، حبينا نربحوا، مشينا في الاخر على غالب، مش كاتبه. حبينا نفرحوا الجمهور ولي ريسبونسابل اللي كانوا واقفين معانا سيزون كامله، اما لا غالب ان شاء الله نزيدوا نخدموا ونحاولوا العام الجاي تكون سيزون خير.
ما عندي مقولة على الماتش. أبخي تو سي اف سي عندهم قديش محاضرين مع بعضهم وتحب ولا تكره في الأوراق أقوى منا، ما احنا ونبخوفي عملنا طبعا متاعنا سنة، ظهرنا اللي احنا موجودين في عالم الفولي في تونس ومازلنا باش نكونوا موجودين أكثر عام الجاي، وإن شاء الله راهو نوعدوا الجمهور والعباد اللي دازت معانا والناس الكل اللي احنا عام الجاي رانا باش نكونوا أقوى وأكثر وبشوفوا عباد تحارب على المريول. صحيح كما قالوا اقوى مسار في تونس الجمهور الافريقي، هذه حقيقه. لاخر لحظه يدز معانا، رابحين خاسرين يدز معانا، الله غالب. ان شاء الله المره الجايه نفرحوهم ونكونوا عند حسن الظن نتاعهم. الجمهور نحب نشكره على الاخر خاطر داز معانا في الخساره قبل الربح، وحتى اليوم في الخساره الاخر دقيقه وهو يشجع ويعيط، وحتى كي خسرنا صفق علينا وداز معانا على الاخر ونقدم له شكر كبير على الاخر.